أكواب الكفتة بالمشروم والبطاطس. الوصفة بتاعتنا علشان نعملها عايزين تقريبا كيلو لحمة مفرومة، بس عايزينها تكون حمرة ما فيهاش دهن. عايزين 2 كوب مشروم، 2 كوب سبانخ، 1 بصلة صغيرة، 2 فص ثوم، ملح وفلفل، رشة من جوزة الطيب، معلقة كبيرة زبدة. وللبطاطس عايزين 1/2 كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة، معلقة كبيرة زبدة، ربع كوباية حليب، ملح وفلفل. وللصلصة البيضاء عايزين 1 معلقة صغيرة زبدة، 2 فص ثوم، 2 كوب كريمة، 1 مكعب مرق، 1 كوب حليب، ورشة من جوزة الطيب. تعالوا مع بعض نعمل أول حاجة وهي الحشوة. الحشوة بس عندي هنا حتة زبدة حطيت عليها تنتوفة من الزيت، وهنحط معاها دلوقتي البصلة، بصلة صغيرة اهي كده، تمام، تقلبتين، ونحط معاها الثوم تقلبتين، ونحط البطل. البطل بتاعنا هو المشروم. ادي المشروم بتاعنا اهو متقطع كده زي ما انتوا شايفين، هنحطه كله هنا كده. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب السبانخ اللي عندنا، دايما لو في فريش خلينا في الفريش دايما. ادي السبانخ بتاعتنا، رشة صغيرة من الملح، وصغيرة لان لا المشروم بياخد ملح كتير ولا السبانخ، الاتنين ما بياخدوش. رشة ملح، رشة فلفل، ورشة من جوزة الطيب. كده احنا الحشوة بتاعتنا عايزة بس تقليبة كده وجهزت. ادي كده الحشوة. خلاص اللحمة بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن لحمة مفرومة وملح وفلفل فقط لا غير. فهنعمل ايه؟ هنجيب بولة نحط فيها اللحمة المفرومة بتاعتنا، نحط عليها شوية ملح وفلفل. خليني احطهم في ايديا قبل ما امسك اللحمة عشان ايه ما غلط يعني. ادي اللحمة اهي، خلينا بس في الكمية دي، تمام. بنحط عليها الملح والفلفل وهندعكها كده كويس. هناخد بقى اللحمة بتاعتنا كده بالشكل بالحجم اللي انتوا عايزينه، ناخد كده الحجم ده. بتحطوها بقى في قوالب كب كيك لو عندكم قوالب كب كيك، او بتقدروا تحطوها فين قالب الكب كيك كان عندي دلوقتي اهو، او بتاخدوها بتشكلوها بايديكوا يعني زي ما تحبوا انتوا، اختيار اختياري. هناخدها كده لو هنقدمها في قوالب الكب كيك بنحطها كده هنا، وبنبتدي نديها شكل القالب كده كده، تمام. ده لو عملناها في قالب الكب كيك. دي بقى هناخدها هنحطها في الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما تستوي، 200-220 كمان ممكن لغاية ما تستوي. بتقعد تقريبا نقول نص ساعة اهي، شايفين اهي كده اهي. اوكي عملنا كده زي كوباية. هناخدها نحطها بقى زي ما اتفقنا في الفرن. لو حمرة 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 قوي تقدروا تضيفوا عليها معلقة كبيرة من الزيت. بناخدها نحطها في الفرن على درجة حرارة 220 لغاية ما تتحمر عندنا ويبقى كده مستوية من جوه كويس. احنا كده جهزنا زي ما انتوا شايفين الحشوة بتاعتنا اهي، عبارة عن مشروم وبصلة وتوم وسبانخ. دلوقتي عايزين نعمل مع بعض ايه؟ عايزين نعمل البطاطس البيوريه. البطاطس بتاعتنا عادي جدا هنحط لها زي ما بنعمل، احنا على فكرة اللي بنتحكم في قوام البطاطس بتاعتنا، فاحنا عايزين القوام بتاعها شوية متماسك بس في نفس الوقت عايزين طعمها لذيذ. فهنحط لها يعني مش هناخدها كده زي ما هي، لا هنحط لها شوية زبدة. فهنحط الزبدة كده شوية لطاف،
وعندنا هنا شوية حليب. ناخد الكفتة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، وهناخد دلوقتي البطاطس بتاعتنا اهي جاهزة والحشوة جاهزة، كل حاجة عندنا جاهزة. نحط بقى دلوقتي الحليب اللي عندنا، وعندنا برضو شوية ملح وفلفل، وهحط شوية صغيرين بس، شوية صغيرين علشان ما نغيرش القوام جامد، بس كده. خلينا نحط دول ونجرب. تنتوفة ملح، وممكن نحط رشة من جوزة الطيب لو تحبوا، رشة رشة. بصوا نبتدي بقى ايه، يعني ممكن اشيلها من على النار ونحط البطاطس ونبتدي نشوف القوام، عجبنا عجبنا، ما عجبناش نضيف تنتوفة من الحليب. انا المهم عندي ان احنا كسرنا الحتة بتاعت ان البطاطس ما فيهاش حاجة خالص، يعني ولا زبدة ولا حليب ولا اي حاجة، فكده احنا كسرنا الحتة دي. طيب هنحط شوية حليب لان القوام جامد لسه، فشوية حليب. وخلوا بالكم برضو البطاطس لما تسخن هتطرى شوية. خلاص احنا كده يمكن تمام، هحط لها حتة كمان وبعدين نبتدي نعمل مع بعض الكريمة. خلينا نبتدي نعمل كريمة واحنا شغالين. نجيب دي نحطها كده هنا، وبرضو قطعة من الزبدة. خلاص دي كده نحط لها فصين توم ونكمل. دي كده خلاص كده تمام اهي، شايفين اهي ممتاز القوام حلو. ده بقى على جنب. هنا نحط بقى دلوقتي فصين توم، فصين ثلاثة كده ناقص، نحط الكريمة. والحليب ومكعب المرق، وهنسيبهم على النار. ناخد المشروم بقى ونبتدي نحطه هنا بهذا الشكل. نملى بقى الحشوة كويس قوي، يعني نحط كده كويس في الكبس. خلاص كده تمام. نجيب بقى البطاطس بتاعتنا وهنحطها في كيس الحلواني. خلينا الاول نجيب الكريمة نحطها في البايركس نفسه. الكريمة اهي كده جاهزة عندنا، حبيت تحطوها شوية ريحان ممكن، وتمام. يلا ناخد بقى دلوقتي الكريمة ونحطها كده هنا، كيس الحلواني نحط فيه البطاطس بتاعتنا. ونبتدي نعمل بقى كده على الوش زي وردات، نخبي بقى الحشوة التحفة دي. هنخبيها للأسف. ودلوقتي هنحطها في الفرن على درجة حرارة عالية، لان احنا عندنا كل حاجة مستوية، انا بس عايزة ادي لون كده لذيذ للبطاطس اللي حاطينها على الوش. ده بس كل الهدف من ان احنا ندخلها الفرن. يعني لو مش عايزين تدخلوها الفرن مثلا، بتقدروا تحطوا عليها كده على الوش شوية فلفل احمر، شوية حاجة خضراء، وخلاص وما تدخلوهاش الفرن، يعني براحتكم. بس انا لاني هدخلها فكده تمام. خلاص درجة الحرارة عالية زي ما قلنا، بس عشان نحمر شوية وش البطاطس.